قولي لي ايه رايك؟ تحفه بجد تحفه. اول حاجه انا ما حسيتش بحاجه خالص perfect which is so يعني making me feel like I'm surprised. تاني حاجه انا عاجبني اللي انا الكونتور معمول ومش شكله باين بزياده, اللي هو شكلي youthful كده. بالنسبه للتشن عاجبني قوي, it's not sharp, اللي هو بقى pointy وشكله natural وشي كله natural الصراحه يا دكتور. و تسلم ايدك, ما حسيتش بحاجه بجد. We're glad you're happy. Thank you. Yes. احنا عندنا حاجه اسمها الاي لاين. زي ما انا قلت لك انا عايز اعمل تشين انهانسمنت. قلت لي ليه؟ قلت لك عشان انا لازم عندي لاين ما بين التيب اوف ذا نوز البيجونيون على نقطه في التشين. اللاين ده بوصل منه خط بالشكل ده. الخط ده لازم يكونوا الاثنين يا دوبك يا اما كيسنج ذا ليبس او الليبس جاست بيهايند ذم. كان يو سي؟ سو ذس از واي احنا عملنا انهانسمنت للتشين, لان اللي حاصل ان البوينتنج اوف ذا تشين كان راجع لورا. لما عملنا انهانسمنت وشاربنس في المكان ده خدناه قدام, فبقى الاي لاين بتاعي متناسق مع اللبس. That's why I told you احنا مهما هنعمل في لاين هنعمل كمان تشين انهانسمنت.